والله المدينة طبعا ليها ذكريات معاها كتيرة جدا، صورنا فيها أفلام ومسلسلات، بس أكبر ذكرى دلوقتي بالنسبة لي الاحتفال بال 25 سنة. ده أنا عملت من 25 سنة الافتتاح بتاع مدينة إنتاج الإعلامي، فتخيل عدى 25 سنة بسرعة جدا، فإحساس عظيم إن أنت ساهمت وشاركت في حدث مهم زي كده، فبتشرف إن أنا موجود النهاردة في الحدث ده برضه. يعني إحنا أنا يمكن علاقتي بالمدينة علاقة قديمة جدا، يمكن من أول يوم ابتدوا يشتغلوا فيها وابتدينا نيجي نصور فيها. أنا كنت أياميها كمهندس ديكور طبعا، فكنت باجي ببني كتير وبستعمل البلاتوهات اللي موجوده والاستوديوهات اللي موجوده والفاسيلتيز والامكانيات اللي موجوده. علاقه طويله قوي، يمكن كلنا ندين للمؤسسه دي بشغل كتير قوي وبمجهود كتير قوي، ويمكن ما بقاش في يمكن شغلانه بتتعمل في مصر والا لازم تعدي على مدينه الانتاج، سواء كان هتصور هنا ولا سواء كان هتستخدم المخازن بتاعها وكل الحاجات اللي موجوده. مبسوط جدا، ويا رب دايما في تقدم ان شاء الله. مدينه الانتاج الاعلامي يعني نقدر نقول انها بنسبه كبيره يعني تاسست على ايد اسماعيل عبد الحافظ وكبار المخرجين، الاستاذ محمد فاضل ومخرجين كبار كتير. المدينه وانا داخل طبعا حاله خاصه جدا، مشاعر بقى يعني مش عايز اقول لك. يعني اسماعيل عبد الحافظ الله يرحمه توفى من 10 سنين، انا اكني بقالي 10 ثواني، لان لما بدخل المدينه حاله خاصه جدا. بتشوف الحي الريفي اللي اتعمل عشان جمهوريه زفته وعملنا فيه وجع البعاد، بتشوف الرابع اللي اتعمل فيه سامحوني ما كانش قصدي. اجمل ذكرياتي في مدينه الانتاج الاعلامي ما تتنسيش، اهم مسلسلاتي عملتها هنا، العطار والسبع بنات، حكايات المدندش، استاذ ورئيس قسم، البيت الكبير، حاجات كتيره جدا، الامام النسائي، حاجات كتيره قوي عملتها في مدينه الانتاج. كل لوكيشن انا ليا فيه ذكرى وليا جزء من روحي موجوده فيه وجزء من عمري في شغلي موجود في مدينه الانتاج. طبعا احلى ذكريات مع المدينه، يعني مش بس كممثل، لا كاعلامي كمان، بقالي 6 سنين مذيع في قناه اوربت هنا، فباجي يومين في الاسبوع، وقعدت 4 سنين مذيع في الراديو، وغير طبعا اغلبيه الافلام والمسلسلات اللي بنصورها هنا وبنعيش فيها بالشهر هنا، بيتي التاني، ومبسوط جدا ان انا موجود النهارده معاكم. والله انا ليا ذكريات جميله، وكل اللي انا عايزه اقوله ان انا يعني سعيده جدا وشرفت ان انا صورت اعمال في بدايه انشاء هذا السرح الكبير، ما كانش لسه فيه لا استديوهات اتبنت ولا بقى كان لسه في الانشاء، يعني ولا كان لسه اتعمل الحي الريفي ولا الحي الشعبي ولا اسكندريه ولا الاسلامي، فصورت هنا مسلسل اسمه 2-2. طبعا الحمد لله انا سعيده جدا وسعيده ان الشركه المتحده السنه دي ابتدت تفكر تعمل حاجه زي كده، لان اتحرمنا منها سنين طويله قوي، فيعني بشكرهم وده تكريم لينا، مجرد ان احنا يفتكروا البدايات ونحتفل بالعيد الفضي للمدينة، دي حاجة جميلة وفكرتني بذكريات بقى طول الوقت وأنا ماشية أفتكر بذكريات جميلة. صحيح أنا ابتديت هنا هارون رشيد مع أستاذ نور الشريف وعبلة كامل، وعملت المرأة في الإسلام حلقات منفصلة، أستاذ توفيق حمزة، عملت لقطات من مسلسل فوق السحاب هنا، عملت لقطات من زلزال هنا، عملت أوبريتات للأطفال والمرأة في الإسلام بقى كان كمان حلقات منفصلة رائعة عن المرأة وأدائها في الإسلام وقبل الإسلام. كل سنة والمدينة طيبة، وانا مش مصدقه ان عدى 25 سنه، لانه بداياتي يعني بادي قبل المدينه بحاجه خفيفه، بس ابتديت يعني ام كلثوم من كام سنه، ام كلثوم من 23 سنه، فبعد سنتين من المدينه، من وجود المدينه في الحياه، عملنا ام كلثوم، فاحنا خدنا وش القفص زي ما بيقولوا يعني، وعمل كتير مهمه انا الحمد لله شاركت فيها في ام كلثوم، زي اوبرا عايده مثلا، زي ام كلثوم قلت ومشرفه، امام الدعاء، معظم كل الاعمال التاريخيه اتعملت في بلاتوهات المدينه داخلي وخارجي، فاعمال مهمه جدا وذكريات كتير ليا فيها، وانا مبسوطه ان انا بحتفل معاها اليوبيل الفضي. أنا سعيدة إن أنا بحضر الاحتفال ده، لأنه أنا بعتبر مدينة الإنتاج بيتي وبيت كل الفنانين وكل الإعلاميين، صرح عظيم بقاله 25 سنة ومستمر بقوة ومحافظ على مكانته. مدينة الإنتاج لما بدأت كانت المدينة الأولى بالشكل ده في المنطقة كلها،
ويعني انا فاكره اول مره دخلت المدينه كان عندي حاله انبهار بحجم وضخامه المشروع، وكل ما كنت اروح حي كنت انبهر، حي جاردن سيتي وحي اسكندريه وحي وسط البلد والديكورات والاماكن والشوارع، يعني يعني حاجه عظيمه بجد. طبعا المدينه دي لها تاريخ معانا كلنا، والف مبروك على مرور 25 سنه على المدينه. ويمكن انا شايف السنه دي ما شاء الله في تغير جامد جدا جدا في الشكل بتاع المدينه من حيث الديكورات والبلاتوهات اللي هي موجوده، وكم التصوير اللي هو موجود حاليا يمكن كنا مفتقدين السنتين اللي فاتوا كده، كان في شويه كده اهوت ازمه كده اهوت، لكن الحمد لله بنرجع تاني بشغل جميل جدا. والصرح العظيم دوت احنا طبعا يعني صاحب فضل علينا كفنانين ان احنا نشتغل في هذا المكان المحترم. انا معتقد ان ده اهم صرح في الوطن العربي مش بس في مصر، ويريد ترجع تاني المدينة، كانت اكبر مخرجين واكبر مؤلفين واكبر ممثلين، وكنا بنحب بعض وعايشين كأننا في بيتنا.